Et si vous comme donne comme shake papa. Shake et si la comme shake papa. Oh papa. On va ontspannen man. Kom lekker. Hard train, lang sessies. انا كلافو مان. اصدقائي اللي كتب شي تعليق يكتبوا واضح باش نجاوبوه جواب واضح. ما علاقه السردين بنزال بدر هاري؟ طبسي تاع حوت راك فاهم السردين. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم سنشاهد نزال من اقوى واعنف نزالات اسماعيل زعر، بحيث اصيب في النزال ورغم الإصابة وقوة المنافس الذي كانت لكماته وضرباته قوية جدا فاز بالنزال. ومعلومة عزيزي المشاهد ربما لم تسمع بها من قبل، المقاتل الذي يكون أثناء الهجوم يتقدم ويضرب وهو يتقدم ولا يتراجع يكسب نقاط أكبر من الذي يضرب ضربات ناجحة وهو يتراجع. أظن أصدقائي أنني أستحق اللايك على هذه المعلومة وعلى النزال الذي سنشاهد الآن، وهذه المواجهة كانت ضد الهولندي ريموند بونتي. أصدقائي الأوفياء، يجب على المقاتل ليكون مقاتل متكامل أن يركز على الضرب وهو يهجم أكثر من الضرب وهو يتراجع ليكون مقاتل متكامل، وأيضا يركز على التناسق بين اليدين والرجلين ويكون التركيز على التناسق أكثر بالنسبة للهواة حتى الاحتراف. لكن نلاحظ أن خصوصا بما أنكم تتابعون أخبار عمالقة الوزن الثقيل للكيك بوكسينج أكيد ستشاهدون الملاكمة أكثر. هذا لا يعني أن نهتم فقط بالملاكمة، خصوصا كما قلت الهواة التركيز على التناسق في الضربات بين اليدين والرجلين. وأهم شيء ستسمع في هذا الفيديو، لا تركز أبدا سواء في التدريب أو في النزالات على الاستعراض، فهذا يتعبك ولن تستفيد شيء، لأن غالبا ضربات استعراضية لا تصل أصلا للمنافس. وهذا هو موضوع هذا الفيديو، وهذه نصيحة اليوم، وهذا نزال اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولا تنسونا من فضلكم إعجاب بالفيديو وترك تعليق، وكما قلت لكم بداية الفيديو تعليق مفهومة. كان هذا كل شيء ودمتم سالمين والسلام عليكم.